مساء الخير من الام تي في، برحب فيكم بحلقه سكور لليله اللي رح نحكي فيها عن رياضه كره القدم مع الانجازات الكبيره لنادي العهد اللبناني ببطوله الانديه العربيه، وايضا رح نحكي عن رياضه الفروسيه مع نائب رئيس الاتحاد اللبناني جورج عبود. مساء الخير جورج. ومساء الخير احمد زريق الهداف المميز بنادي العهد. نحن وياك بدنا نحكي عن رياضه كره القدم اللبنانيه وعن نادي العهد. اليوم عندكم استحقاق كبير جدا رح نحكي عنه بالصيف المقبل. جورج، خبرنا اليوم هي اول مره بعام 2017 بنحكي عن رياضه الفروسيه، ولكن بدايه بدنا نوجه تحيه للجنرال سهيل خوري. قريبا جدا هيك بدنا نعمل جوله افق نحن وياه برزنامه عام 2017. الموسم هل سيكون واعدا كما كان موسم 2016؟ يعني مثل ما عودناكم الاتحاد الفروسي اللي اعيد انتخاب مبدئيا القسم الاكبر من اعضائه وابقى على مراكز الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق، بقيوا هن زيتهم تبع. اكيد هذا الاتحاد شفتوا الشغل اللي اشتغلوا خلال الفتره الماضيه. نوعدكم انه نحن بال 2017 وخلال الولايه القادمه اكيد رح يكون عندنا نشاط اكبر، رح يكون عندنا نحقق نتائج اكبر ومشاركات دوليه، خاصه انه بالفتره الماضيه لبنان كان عنده المرض الجلاندرز الرعام اللي ما كان فينا نظهر الخيل لبرا. هلا اليوم نحن اصبحنا خارج المرض وفي خيل بلشت تسافر وخيل تجي على لبنان، وهذا بيفتح للمباراه نقوم مباراه دوليه. اذا بدنا ناخذ هيك على السريع قبل ما ننتقل للمواضيع الاخرى، بعام 2016 ما هي ابرز النتائج اللي سجلناها؟ يعني من ابرز النتائج اللي حققوها هن فارسين، في عنا المباراة الكبيرة اللي انعملت ياسمينا بوكتي بفرنسا، لونجين ماستر اللي حققت فيها المركز الاول للبنان، وبذات الوقت ياسمينا حاصلة لانه هي على الجنسية الفرنسية، كمان اخذوها بالفريق الفرنسي اليوم لتمثل فرنسا بين اربع اجمل احسن فرسان بفرنسا. بقى ياسمينا اللي عم بتحققه، كمان امبارح حققتنا انتصار كثير كبير، كريم فارس عم بحقق لنا انتصارات دوليا، وعندنا كمان مالك ميتر اللي حقق ب دبليو جي سي ربح كمان ببطوله اللي طلع الاول بالدبليو. هلا فاذا بدنا نشوف بعام 2017 شو بده يصير معنا. احمد، خبرنا بدايه مبروك اول شيء بعدكم بصداره ترتيب بطوله لبنان نادي العهد، وايضا نادي العهد اللبناني عم بيتاهل لنهائيات بطوله العرب، ولهي اول مره بعتقد اذا صحح لي اذا يمكن غلط العرب كلهم عم بيجتمعوا كفرق قويه تلعب مع بعضها ببطوله كبرى، ان كان بالباسكت وان كان بالفولي بول وان كان بكره القدم. اول مره الكبار موجودين بمصر الصيف المقبل، مثل العين، مثل الفرق المصريه الزمالك وغيرها. صحيح، يعني هذه البطوله كثير مهمه، يمكن من اهم البطولات اللي بتصير. في عندك 12 فريق ونحن من ضمنهم، يعني صرنا بين الكبار نحن. بس هذا ما اجى من فراغ، اجى بتعب وشغل. تعب مين؟ الفريق بشكل عام، إدارة الفريق، الجهاز الفني، اللاعبين، يعني هي حلقة كاملة هيدي، يعني كانت كلها ناجحة. طيب أحمد، كمان بدنا نحكي عن نادي العهد. النادي العهد عنده أهم مدارس كروية بالفئات العمرية، ولا بعرف شو، بدنا نشوف أصدقائنا بالهوبس كمان حققوا نتائج جيدة. اليوم هذا العمل والمثابرة عم نشوفه عم بحقق نتائج أيضا ببطولة لبنان وحضرتكم متصدرين، هل في نقطة رح توقفوا عندها انه خلص زهقتوا؟ لا، ولا هيك مستمرين بالنتائج؟ لا، هيدي من الاساس عنا، يعني ثوابت عنا يا بالنادي، لانه كل اللعيبه اللي عم تطلع واللي هلا عم تشوفها انت عم تلعب بالدوري، وحتى في فرق ثانيه يعني بيكونوا بالعهد بيروحوا على فريق ثاني اللعيبه، هيدي من المدارس اللي بيعملها نادي العهد. يعني نحن كلنا هلا في مباريات عم نلعبها كلنا تحت ال 27، يعني فهذا بدل انه نحن من افضل المدارس الكرويه بلبنان اكيد. طب هذا التحدي الكبير اليوم ووصولكم لبطوله الانديه العربيه، من وراءه؟ وراء اداره بتخطط بشكل جيد، رئيس نادي طموح، جهاز فني ذكي بيعرف يتعامل مع اللعيبه، ومجموعه من اللاعبين اللي تولفتهم كثير منيحه مع بعض. كنا اول شيء بس لبنانيه، رجعنا هلا في عنا كمان ثلاث اجانب، فهذا الشيء اللي خلينا نوصل لبعيد. في عندكم يوسف؟ عنا يوسف المواهبي تونسي، وفي عنا اثنين استخدمناهم جداد من السنغال.
وبالتالي النتائج مبروك. أكيد مركز أول لهلا. تنشوف كيف رح بتكون بقية الموسم. هلا رح نتوقف مع أول ريبورتاج ومع كلام جيد جدا للحاج محمد فنيش وزير الشباب والرياضة وشيء على هامش تكريم أبطال نادي الوبس. التكريم كان عم بصير بحضور وزير الشباب والرياضة الحاج محمد فنيش، ممثل رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية السيد جهمام، السيد عزة الريتم، وعدد كبير من أهالي طلاب أكاديمية الهوبس لكرة القدم والزملاء الصحفية. وبعد كلمات لعريف الحفل السيد جاسم قانصو رئيس الأكاديمية وعزة الريتم، الكلمة الأخيرة قبل تكريم الأبطال كانت لمعالي الوزير فنيش يلي وضع الخطوط العريضة لعمل الوزارة. الرياضة ووزارة الشباب والرياضة مهما كان هناك اعتبارات سياسية في البلد هي خارج هذه الحسابات. السياسة تنتهي عند مدخل وزارة الشباب والرياضة في عمله. من يعمل ويبدي استعدادا للتعاون أنا أمد يدي للجميع لتنفق هذه المساعدات لمن يسهم في تطوير الرياضة في لبنان. يعني أي مبلغ نريد إنفاقه بدنا نكون مطمئنين ومتأكدين أنه على الأقل يعطي دفعة إضافية لتطوير العمل الرياضي. كلام جيد جورج، فإذن عم نسمعه من معالي وزير الشباب والرياضة. العمل المهني والاحتراف هو الأساس، هل هذا هو الأمر أيضا عندكم باتحاد الفروسية؟ يعني مثل ما بنشوف برا النجاح ما بيعود بس لأنه في عندهم أتلات سبورتيف بتكون أحسن منه، لا، نحن عندنا الأتلات اللي بتقدر تحقق كل النتائج، إنما بدك فريق عمل، بدك اتحاد، بدك دولة. يعني نحن هون نستبشر خير من معالي الوزير يلي عم بيوضع إمكانيات الوزارة بتصرف كافة الرياضيين من دون تفرقة. ونفس الكلام بدوله علقوا على خينا أحمد اللي قاله إنه اليوم بس يكون في فريق عمل ورئيس نادي أو رئيس اتحاد عم بيشتغلوا كلهم بحرفية ومهنية، هذا الشيء بيوصل النتيجة بتكون. واللي بده يغار ويحكي لحاله في يحكي قد ما بده، صح؟ يعني هذا الكلام غير موضوع. طيب بس أنتوا بالخيل في تكلفة كبيرة، غير قصة الفرسان والأنترتيان تبع المرمح والقصص، في خيل كلفتها عالية. مين عم يهتم بهذا الموضوع، الاتحاد الدولي ولا الفرسان؟ لا، الفرسان واهالي. وهون انا بدي وجه تحيه عن جد كبيره كثير لاهالي الفرسان يلي ما عم يضحوا. يعني اليوم بنشوف لنقدر نوصل على المرامح الدوليه بدنا مئات الالوف الدولارات، يعني ما عم نحكي بمبالغ صغيره. وعن جد في اهالي عم بيحرموا حالهم بركي من كثير اشياء ليقدروا يوصلوا اولادهم للمحافل الدوليه. ولبنان صار عم نشوفه عم بحقق كذا نتيجة برا، يعني في عنا عدة فرسان اليوم عم بحققوا نتائج برا ونتائج على الصعيد العالمي. أكيد ما وصلنا للأولمبياد لكن نتمنى، وإذا كفى لبنان بهالطريق هيدا إنه قريبا جدا، إذا مش هيدا الأولمبياد ممكن الأولمبياد اللي بعده لبنان نشوفه عنده فريق. وبالتالي الاتكال الأكبر هو على الأهل. لليوم الاتكال الأكبر هو على الأهل للأسف. وأنتم بعالم كرة القدم الاتكال الأكبر عليكم. أكيد علينا وطموحكم الشخصي. بس كمان بعدك عم تقول إذا ما في جهة داعمة أو شخص داعم كمان ما بيكون في عندك إمكانيات لتعمل أي إنجاز. يعني بعدنا عم بخبر أنه الأهل عندهم النصيب الأكبر بالدعم، وبالفوتبول كمان نفس الشيء، إذا فريق ما في أشخاص بتموله كمان ما بيقدر يعمل شيء. خبرنا شوي هيك على السريع، رح نشوف نحن هيك بعض الأهداف يلي تم تسجيلها من أهداف لك أحمد، وخاصة أنه مبارح الأحد أيضا قدرت أن نسجل بمواجهة الراسينغ. خبرنا المسيرة كانت صعبة للوصول للنهائيات، كان عندكم دور أول دور ثاني والفنجأ بالدور الأخير. التصنيف كان ما خدمنا كتير، يعني لأنه النادي اللي لعبنا ضده فنجأ آخر شيء بيلعب مباراتين بس بيتأهل، نحن بنلعب ستة لنتأهل، يعني لأنه التصنيف ما بيساعدنا دائما. بس قدرنا حققنا، يعني لعبنا ست مباريات قدرنا حققنا ست داخل لبنان وخارج لبنان، يعني هاي شغلة بتحسب كمان وشغلة كتير مهمة. وكانت المسيرة جيدة، يعني ما واجهتوا هالقد صعوبات. لا كنا بكل مباراة عم نفوز، بس كنا عم نأدي بشكل جيد، يعني كنا عم نحقق. مع مين كانت الصعوبة الأكبر؟ يمكن الفريق العراقي. لا يمكن الفريق الفنجة كان أفضل فرق واجهناه هون، بس بالتركيز وبالإصرار كانت سهلة لنا. قدرتوا تعملوا هذه النتيجة جيدة والتأهل للنهائيات. اليوم عندكم فترة راحة، هل رح بيصير في استقدام للاعيبة أجانب؟ لا، في فترة راحة يمكن منتخب عنده استحقاق شهر مقبل. نعم، فنحن لأنه عنا مباريات كمان مؤجلة، نحن بالفترة استقدمنا
مثل ما خبرتك لاعبين، وكان عندنا يوسف. عندنا هلا مباراتين، بنرتاح يمكن بس اسبوع، في فرق بترتاح اثنين، نحن بنرتاح اسبوع، بس لازم نضل على نفس الريتم يعني ما نوقف. بالتوفيق. هلا بدنا نحكي نحن وياك اكثر حول التكتيكات يلي لازم تعتمدوها، لانه العين وغير فرق ميزانيتها فوق ال 20 30 مليون دولار اليوم في عالم الفروسيه. ما هي طموحاتكم بعام 2017؟ اولا نحن اليوم لبنان تاهل كمان مثل دائما بالبطولة العالم للتحدي اللي هي دبليو جي سي، يلي مع جو ابنك في اثنين اللي هن مالك ميطرة يلي هذيك السنه رفع العلم اللبناني وجو عبود، اثنيناتهم رايحين. طلعنا اول ثاني بالكلاسمون جنرال تبع الجروب 7 يعني اللي هو مؤلف المجموعه تبع المجموعه تبع يعني اذا بدك قريبه من مجموعه غرب اسيا هيك بالباسكت صحيح بولي. هي اذا بدك قريبه من مجموعه غرب اسيا. هلا كل اللي عملهم كواليفيكيشن بيلتقوا بالجزائر، عم نحكي على تقريبا حوالي 30 دوله بيلتقوا بالجزائر لا يطلع منهم بطل العالم. نتامل كمان انه السنه نحقق نفس النتيجه. السنه الماضيه قدرتوا تعملوا نتيجه، عملنا مع اخذنا احتل لبنان المركز الاول بالبطوله. والخيل رح تجيبوها من هونيك ولا لا؟ لا هالمره بما انه عم بتقول انحلت المشكله صار هلا ممكن تصدروا الخيل تبعكم، ناخذ خيلنا بس لنشوف الوضع كيف وايصال الخيول للجزائر، لانه كمان هيدا بدنا نشوف اذا في طيران يوصل الخيل لهونيك. بس اذا لا قدرنا نامن خيل بالجزائر وخيل منيحه ليقدروا يركبوها الشباب ويحققوا النتيجه، هيدي من احدى الاشياء اللي نحن هلا. جورج خبرنا اليوم كم نادي فعال اذا فينا نقول، والمنافسه بين كم نادي ونادي عم بتصيروا يعني بالاراضي اللبنانيه، وهل هي كلها محصوره بمنطقه واحده ام لا متواجدين بكل اللي الاراضي؟ اللي كثير ملفت للنظر هو انه هيدي اللعبه عم تنتشر كثير سريعا، وخاصه باخر سنوات اللي مرقنا فيها اخر شيء. بنشوف في انديه موجوده بجنوب لبنان كما في شمال لبنان كما في البقاع وببعلبك، واكيد الحصه الاكبر بزحلية، انما الحصه الاكبر هو جبل لبنان وبيروت فيك. نحن اليوم حوالي صرنا اصبحنا 16 نادي اتحادي عم نحكي، يشرف عليهم اتحاد اللعبي اللي بوقت كنا خمس ست نوادي. هلا اكيد في درجات متفاوته بين الانديه، انما بالاخير بالنسبه للاتحاد نحن كل الانديه مثل بعضها، بنتعامل معها كلها مثل بعضها، وبنجرب قد ما فينا ضم الامكانيات القليله اللي عندنا اياها انه نساعد كل هالانديه هيدي. ونتامل هون من معالي الوزير نوجه رساله انه لعبه الفروسيه لاعب لبنان عم بحقق فيها نتائج، انه في نتائج عم نشوفها عم نحققها. يعني كريم فارس امبارح قدر حقق نتيجه كثير كبيره بستوكهولم، عم بحقق نتائج بهولندا. عندنا ياسمين بوكتي امبارح ربحت بالمانيا الباركور تبع المتر 20 اللي هي للاولاد، كان حلو لانه هي ياسمين عمرها 12 سنه، وبفتكر ياسمين من الفرسان اللي قادرين نوصل فيهم لنتائج افضل بكثير لبطولات عالم وممكن لاولمبيك جيمز، لانه اهلها عندهم الامكانيات انه يفوتوا بهاللعبه للاخير، وهي عندها الامكانيات الرياضيه الكبيره انه نقدر نوصل فيها لمحل. هلا رح نتوقف مع بريك وبنرجع معكم بالقسم الثاني بنحكي اكثر عن نادي العهد البيروتي وعن احمد زريق وطموحاته، هل رح بتكون باحتراف خارج لبنان ام لا، وايضا رح نحكي عن رياضه الفروسيه مع احد ابرز المرشحين ايضا للانتخابات النيابيه المقبله. رجعنا معكم بالقسم الثاني من سكور لليله مع احمد زريق وجورج عبود. جورج عبود عم يعطينا هيك امل كبير بعالم الفروسيه، بدنا نشوف معك احمد ايضا، هل نادي العهد والفرق الاولى اليوم يلي عم نشوفها ببطوله لبنان راضيه على التحكيم؟ لانه دائما عم نحكي عن مشاكل بالتحكيم، مشاكل اداره، مشاكل بعمل الاتحاد، ربما يعني كل فريق خسران بيحكي عن هذه الامور. اليوم من بعد تقريبا 12 او 14 مرحله ببطوله لبنان، شو فينا نحكي عن انطلاقه الموسم الكروي مع اقترابنا للقسم الاخير منه؟ اكيد السنه كان موسم منيح، يعني بعد حنكفيه ان شاء الله نكفيه هيك. يعني اول الموسم كان في كثير اغلاط، بس بالنهايه الحكم هو بشر مثلنا يعني ومتعرض ليغلط، يعني بالنهايه هو بياخذ قراره بجزء من الثانيه، بينما في كثير ناس بيكون عندها تعليقات بتقعد بتدرس الحاله مره واثنين وثلاثه. وصلنا لمرحله انه عم يجيبوا حكام كمان اجانب، بس يعني بتحس الشغله نفس الشيء كمان عم بيوقعوا بالغلط، فخلينا على الحكم اللبناني. اخر مباريات كان جيده للحكام اكيد اللبناني. لا في اغلاط بس مش مثل ما كنا اول الدوري يعني،
وان شاء الله بنوصل لاخر مرحله بتكون منتهيه يعني، بس ما بتنتهي كليا يعني. طيب في عنا فرق عملت نتائج جيده ببدايه الموسم، ابرزها سالم صغرتا، وبعدين كنا عم نشوف الصفه بمرحله من المراحل، لكن كله عم يرجع يتراجع. هو بتوقف على الاستمراريه يعني. نادي السلام هو بكل سنه بكون في نادي بسموه حسان اسود يعني، سنه السلام صغرتا يعني، بهديك الاسبوع كان وصيف يعني، كان مركز ثاني، وهذه شغله كثير مهمه يعني، انه كل سنه تلاقي فريق، بس دائما بتلاقي انه فريق بيوصل لاخر مراحل بيرجع بينزل يعني، ما في استمراريه او ما في نفس مثل ما بسموه. نادي الصفا عنده مجموعه كثير جيده وكثير مهمه، وهديك سنه كان بطل. كمان يعني استغنوا عن محمد حيدر ونور منصور، كمان بفرق كمان يعني. ف يعني اثبت نرجع نحكي عن هذا الموضوع. هلا نحن بهمنا انه كله يبعد ونحن نضل يعني. لا هلا انتم بالمركز الاول. وان شاء الله هيك، خاصه بعد المباريات اللي اخذتوها. ان شاء الله كل مرحله احنا عم نقرب ان شاء الله. طب المنافسه بين مين ومين يعني؟ احمد زريق منافسته الاساسيه مع مين؟ مع الاجانب ام لا مع اللعيبه اللبنانيه؟ لا ما في، باخر فترات ما في لعيب اجنبي عم يجي عم بكون على مستوى كثير منيح يعني. اللعيبه اللبنانيه عم بكونوا افضل من الاجنبي. نحن دائما زملاء يعني، التنافس بيناتنا عادي يعني، بس دائما بهمنا انه اللعيب اللي بده يكون الافضل يكون من العهد. طب اي متى بدنا نشوفك بالمنتخب؟ يعني ان شاء الله قريبا. انا تصفيات كاس اسيا ابو ظبي في مرحله مهمه يعني، مرحله مهمه يعني، عند الاستدعاء جاهزين نحن ما في شك. ان شاء الله خير احمد. اذا هلا بدي ارجع لك نحكي كلام سريع ايضا عن عالم الفروسيه وعن وجودكم باللجنه الاولمبيه اللبنانيه وعن النشاطات المكثفه مع الاتحادات الاخرى، كيف عم تكون العلاقه اللبنانيه اليوم بالرياضه؟ يعني نتامل انه العلاقه ما بيننا كلنا كرياضيين على مختلف الالعاب ومختلف الاتحادات انه نكون كلنا عائله واحده، خاصة بوضع اللي نحن لبنان بيعاني فيه من رياضة يعني، ما في دعم يعني. هذا الدعم لما عم بقول ما في للفروسية كمان نفس الشيء، لكرة القدم ولكل الرياضات يعني الباسكت. بالقليل نحن لازم نتوحد كلنا مع بعضنا ونكون قريبين كل الاتحادات بعضنا ونشتغل سوا لنقدر نعمل عن جد رياضة من لبنان، لأنه بالأخير كلنا عنا هدف واحد هو رفع العلم اللبناني. فإذا ما توحدنا وما كلنا بيد وحدة ما حفينا نوصل لما. طيب هالكلام فينا نحاسبك عليه بحال وصلت لموقع النيابي؟ أكيد. لأنه صراحة ما رح أقول للكل، ولكن ليه الشباب يلي عم ينحكى أو عم بيحكوا باسم الشباب اللبناني بعالم الرياضة، يمكن ينحكى بالسياسة أكثر، ولكن بعالم الرياضة والمساعدات للأندية والاتحادات وحتى لوزارة الشباب والرياضة عم نشوف الكلام شوي خجول من سعادة النواب. يعني ما بدي أحكي عن غيري من النواب، أكيد كلهم عم بيجربوا. لا عم بيحكوا بس ما عم يكون في ضغط كبير. الله وفق وقدرنا وصلنا إلى الندوة البرلمانية. بتضل مستمر بنفس الحكي. أكيد بكون أنا إذا بدك نائب الشباب. وهون أكيد بدنا نوجه تحية لكل الأصدقاء، أنا شخصيا عندي صديقين الشيخ نديم جميل وأستاذ سيمو أبي رمية. صحيح. ما راح نقول لا، بس إنه ما بيكون فيها يعني الدعم. بنكون معهم إيد كمان الدعم الأكبر. مضبوط أحمد يعني اليوم. ما فيها الميزانيات الكبيره للرياضه اللبنانيه، وحتى مثل ما عم نحكي انه بمجلس النواب ما في ضغط يكون في ميزانيات اكبر للرياضه. هي بس على صعيد اشخاص يعني، هن الاشخاص هن اللي ما عم بيكونوا من الطبقه السياسيه يعني، تلاقي شخص بيجي بيدعم فريق طموح او بحب فريق معين او بحب رياضه معينه، بس كدوله لا ما في دعم. ما في دعم. طيب اليوم هل عم بتفكر تحترف خارج لبنان؟ اكيد هذا الهدف الاساسي. اجاك شيء عروضات لهلا؟ من بهي الفتره هلا خاصه مع نتائج جيده اللي عم تسجلها عم بكون فتره الذهاب والاياب كان عندي عرضين يعني. من وين؟ فينا نعرف من الاردن ومن البحرين، بس فضلت انه ابقى كونه عم نعمل موسم جيد والفريق متصدر، ف فضلت انه ابقى بلكي للسنه الجايه اذا ان شاء الله اجينا شيء. على العروض طويله الامد او لا على سنه سنتين؟ موسم ونص. بس ايه، وكل موسم قبل التجديد. اها يعني بتعتمد هي على اللي انت بتقدمه كمان. مزبوط. على الخبره والقدرات الكبيره. صحيح. يلي بتقدر انه تقدمها. هلا رح نتوقف مع ريبورتاج بنحكي فيه عن رالي السويد المرحله الثانيه من بطوله العالم للراليات. رالي السويد يعتبر من اسرع الراليات، ودون ادنى شك انه سرعه عاليه، ولكن على جليد بيكون لها هيك نكهه خاصه. صح؟ اكيد. مسيو فيراري، مسيو اكس فيراري. اكس فيراري. فاليوم عم نشوف سرعات عاليه جدا بمنطقه كارشتاد السويديه، وبالنهايه الفوز بيكون للادفالا
تشيرينو فيل البلجيكي ارتكب خطأ كبير قبل 2 كيلومتر من وصول النهار السبت المساء، وبالتالي استفاد من هذا الأمر. ياري ماتي لادفالا لا يحتل المركز الأول أمام ثنائي فورد أوجي، عم نشوفه على أول مرة عم بيسوق سيارة الفورد، ربح بمونتي كارلو وإجا بالمركز الثالث بالسويد، وبالتالي الموهبة الكبيرة هي اللي بتفرض حالها. اليوم بعالم الفروسية من هي الموهبة الأكبر؟ عند الكبار او عند الصغار؟ يعني عم نشوف صغار عندهم مواهب اكبر ام لا؟ في عمر، لا ما بشك انه الخبره لها تاثير كبير بالفروسي. يعني بنشوف حدا خيال بعده جديد طالع عمر صغير، بس بنلاقيه انه في له 10 سنين. يعني اليوم اذا بنروح بنطلع على ياسمينة اهلها واضعينها ب من 5 سنين، من عمر خمس سنين وواضعينها بانتنسيف، بتشوف بيا يعني هلا اخذها وعيش معها برا لتعمل مباراه اي فرصه. هون عم نشوف كريم فارس، هيدي كريم بالمباراه كمان الاهل كانوا داعمين له، كمان كريم نفس الشيء. كريم من هو عمره باكيد 5 سنين وعيش، كريم احترف. هون عم نشوف جو عبود كمان يلي تأهل اليوم ليروح على الدبليو جي سي على الجزائر، وهون ايضا اشاره كمان انه اول عمليات النقل المباشر كنا نقوم فيها بالام تي في باوائل التسعينات من القرن الماضي كانت عندك بدبي، مباراه دوليين قامت بلبنان خلال فتره الحرب بلبنان، بس ما كان عندنا مرض الجلاندرز. هون كمان عم نشوف النتائج اللي عم بتنتج، النتائج تحققها هيدي اللي ربح فيها الدبليو جي سي ومنها تأهل ليقدر يكون بالجزائر. بعالم كرة القدم من هي أبرز المواهب اليوم أحمد؟ دائما العنصر الشاب هو اللي بيغلب. يعني في كتير لاعبين جيدين، في منهم احترفوا وفي منهم بعضهم متوجهين، لأنه صراحة انحكى أنه من بعد الجيل الذهبي عنا فترة ركود إذا فينا نقول بمنتخب لبنان، ولكن لا عم نشوف في جيل صغير عنده موهبة، ربما ما عنده الخبرة يلي عم كان عم بيحكي عنها إس إس جورج بعالم الفروسية، ولكن لا عندكم أسماء منيحة. أكيد، ما الفترة اللي كان فيها المنتخب عامل النتائج اللي سميتها أنت الجيل الذهبي، كنا في عنصر خبرة وفي عنصر شباب، هذا عمل كتير نتائج كتير جيدة. هلا ما في عنصر خبرة، في يمكن شخص أو اثنين، وحتى العنصر الشاب كقدرات مش مثل اللي كان، بس هذا ما بيمنع انه تعملوا نتائج لانه عندكم مواهب جيده. لا في مواهب كثير، وهلا في احتضان جيد للمنتخب. في، بس بدك تشوف التحضيرات كيف بدها تكون، يعني لانه المجموعه مانا كثير صعبه، يعني مثل اللي كنا نواجهها قبل، مجموعه سهله نوعا ما، يعني اذا كان في شغل ودعم. بدنا نتمنى لكم التوفيق، خاصه انه رياضة كرة القدم هي رياضة شعبية الأولى بلبنان، ومش عم نلحق هلا أحداث رياضية رح نشوفها بالشهرين المقبلين، استقدام منتخبات وفرق وأندية كبيرة بتساعد شوي، بس بده يكون في كادرات تقدر تكودر هلا النشأ الجديد، إن شاء الله تقدروا توصلوا لهذا الأمر. العهد على كل حال ما فينا نحكي شيء عنه، عم بيشتغل بشكل ممتاز بكل الفئات العمرية. كم لقب احرزت قبل ما توصل للدرجه الاولى الاحمر؟ كثير، كل سنه، يعني في سنه لعبت بكل الفئات، يعني اشبال ناشئين شباب وفريق اول، فكان معي الاربعه، يعني لانه كان عندنا فئات كمان كثير منيحه. هذا قصدي انه بالعهد كل الفئات تقريبا عم تكونوا متواجدين. صحيح، كثار. يلا برافو. هلا رح نتوقف مع ريبورتاج ايضا بنحكي فيه عن كره القدم، ولكن عن البوندسليغا مع خلص تقدم كبير جدا لفريق البايرن. الامتحان الاخير لبايرن ميونخ قبل مواجهه ارسنال اليوم الاربعاء بالتشامبيونز ليج كان امام مضيفه انجلوشتات بالبوندسليغا. الفريق البافاري اللي ما عم يظهر بصوره قويه بالفتره الاخيره كان رايح لتعادل سلبي وصولا للدقيقه 89 عندما خطف التشيلي ارتورو فيدال هدف التقدم، واكد البديل الهولندي اريان روبن فوز البايرن بالوقت المحتسب بدل عن ضائع 2-0. من جهة تانية كان صاحب المركز الثاني ريد بول لايبزيك عم بيستقبل هامبورغ يلي قدم مباراة كبيرة وفاز على أصحاب الأرض بمفاجأة الجولة 3-0 بأهداف للمدافع اليوناني بابادوبولوس بالدقيقة 18 والبرازيلي وولس بالدقيقة 24 وأرن هانت بالوقت المحتسب بدل عن ضائع، ليبتعد لايبزيك بسبع نقاط عن البايرن المتصدر. كما تغلب باير ليفركوزن اللي عم بيعاني هالموسم على فرانكفورت الثالث 3-0 بهدفين للمكسيكي تشيتشاريتو وهدف للألماني كيفن فولنز، كما سقط دورتموند بهالجولة أمام دارمشتاد 2-1. فأذن البايرن خلص أخذ التقدم الكبير. الجمعة عنا تشامبيونز ليج ونشوف
يمكن اهم صراع الاسبوع باريس سان جيرمان برشلونه، الصراع القطري القطري، ما بعرف القطري مع مين قلبه رح يكون يعني. هلا داعمين اثنين مع برشلونه بعتقد قلبه رح يميل لتحت اكثر. ايه خلص واصلين لمرحله خاصه باخر فترات عم يتفوقوا عن كل الفرق، على كل الفرق. لا ريال كمان عم بيعمل نتائج جيده، البايرن مثل ما شفنا بالريبورتاج تقدم، تشيلسي تعادل ولكن بعده متصدر. عم بيتقدم وعم بيتصدر، يوفي كمان عم بيتصدر. رياضه كره القدم صارت صناعه، هل هي صناعه في لبنان؟ ايه هلا بالوقت الحالي فيها في صناعه بلبنان، لانه عم تحس انت اكثريه اللاعبين يعني مرتاحين. ايه طبعا، وبدك الادارات ترتاح كمان، مش بس يعني نحن على صعيد نادي، يعني يمكن النادي الوحيد، يمكن اذا بديش اقول الوحيد، يمكن الثاني اللي بيشتغل بطريقه احترافيه يعني، وهذا اللي عم بخلينا نوصل لنتائج جيده. وايضا بعالم الفروسيه هل في عنا احتراف؟ دائما الفروسيه هيك في في يعني في وصله بينه وبين عالم المال. صحيح، مشان هيك بقول هي بعالم الاحتراف، يعني ما فيك تعمل نتائج اذا ما كنت انت اليوم عم تصرف مال. شو الاحتراف؟ انك عم تصرف مال. بس انا هون بدي اقول كلمه يعني لفت لي كثير نظري خينا احمد، وبدي اوضع هالشيء بتصرف وزير الشباب والرياضه ومدير عام الشباب والرياضه. خينا احمد كان عم بيقول هلا انه بده يغادر لبنان اليوم ليروح يلعب برا، اكيد مش لانه نعم. مش لانه عدم حبه انه يكون بوطنه ويرفع، بس رفض يروح لانه صحيح، بس عم بيقول انه سنتجي. بس نحن هالقدرات الرياضيه لازم الوزاره اليوم تتطلع فيهم وندعمهم قد ما فينا ليبقوا، لانه هو في قمه العطاء تبعه اليوم. اذا راح لعب هالسنه سنتين برا وقدمهم، معناته هو ما حيقدر بقى يعطي شيء للبنان الا بالمنتخب. صحيح. مشان هيك نتامل، وهذا الكلام برسم معالي وزير الشباب والرياضه وينطبق على كافه الرياضيين، انه اليوم عندنا رياضيين عم يجبروا ان شاء الله لحتى هون. بدك مجتمع اهلي كمان يشتغل مثل ما بيشتغل مجتمع الاهلي الداعم لنادي العهد. صحيح. هذا الاساس. اما قبل ما نختم ونكون معكم بكلمه اخيره، بدنا نقول وداعا لعبد الحفيظ وطار، احد ابرز الاسماء بعالم كره السله البيروتيه مع نادي الرياضي اللي لعب معه وربح عدد كبير من الألقاب، وكان أيضا مدرب للفريق الأول بأوائل التسعينات، وأيضا مدرب لمنتخب الجامعات. يعني عالم الرياضة عم نخسر كثير بالفترة الأخيرة، فوداعا لهذا الاسم الكبير بعالم كرة السلة. كلمة أخيرة أحمد. بدي أشكرك على الاستضافة، مثل ما كنا هذه أساس الحلقة عن الإنجاز اللي قدمه نادي العهد بالبطولة العربية. إنجاز مبدئي، لأنه نحن ناطرين ربما النتيجة أفضل، بس الوصول هو جيد، هو كان الهدف الوصول لها. هلا صارت ورانا، نحن في عنا دوري، في عنا كاس، التركيز لازم يكون على الدوري وعلى الكاس، وإن شاء الله نحن متصدرين ونكفي بهالهمة الكبيرة، وإن شاء الله نشوفك مع المنتخب إن شاء الله. وكلمة أخيرة أستاذ جورج. أولا بدنا نشكر ام تي في، يعني نحن بالنسبة لي أنا ام تي في ورياضة الفروسية، ورياضة الفروسية تاريخ، يعني ام تي في أول من نقل وقائع أي مباراة كانت. نحن بنوعدكم ببرنامج حافل السنة أسبوعي، بكل أسبوع كاتحاد عم نحكي على كافة الأراضي اللبنانية. نتأمل من الام تي في كمان تضل حدنا لنقل هاللعبة اللي هي كتير حلوة ومكلفة للفرسين، إنما منا لعبة شعبية. صحيح، ونتأمل إنه يكون عندها لفتة نظر، خاصة نعرف نجيب أنت قد إيه بهمك الرياضة بلبنان، وقد إيه ام تي في ونجيب اثنينتهم عم بيكونوا حد هالرياضة. نحن دائما على جنبكم، وهذه أوامر ورغبات أستاذ ميشيل الموري اللي دائما هو رياضي. بتوجه له التحية الكبيرة، صديقك الكبير أستاذ ميشيل الموري. شكرا لك جورج، وشكرا لأحمد، ونتمنى إنه تكون هذه الحلقة هيك عطيت بادرة أمل لكل الشباب اللبناني، لأنه بالفعل النتائج اللي عم بيتم تسجيلها إن كان بكرة القدم وإن كان بالفروسية هي نتائج مشرفة للبنان. إلى اللقاء وإلى الملتقى الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من سكور.